أولا السلام عليكم أخواتي في منتدى أناقة مغربية. اليوم غدا نقدم لكم أول درس في فن الرسم على الزجاج، وهذا الدرس الأول غادي يكون خاص بتعريف الأدوات اللازمة للرسم على الزجاج. ولكن قبل ما نعرفكم على الأدوات بغيت نوريكم بعض من الأعمال ديالي باش نفتح لكم نفسكم على الرسم على الزجاج وغير قبلوا عليا. هذه اللي كتشوفوا لا توليب، عندها واحد التقنية خاصة بها بالفاشيون، واللي كانت قبل منها اسمها الوردة البلدية ديال لاتوليب. هذه رسم الآية، أوراق الذهب، العمل كيكون من اللور من الخلف كما شفتوا كيفاش كيجي العمل ديالها. أنا كنت نزلتها في واحد الموضوع خاص بوحدو كما شفتوا كيفاش كتجي. هذه الخلالة معروفة من الحلية المغربية البربرية ديال غزالة، حتى إلا كانت في بلاصة فيها الضو كتصيب من أوراق الفضة، العمل كيكون من الخلف بحال بحال الآية، نفس التقنية. عاد من بعد كنديرها الحجر. هذه رسم على الطبيعة، رسم الطبيعة على الزجاج كيف كتشوفوا، هي تقنية شوية صعيبة فيها شوية ديال الخدمة، ولكن ما تخلعوش إن شاء الله كل شيء غنوريه لكم. كما شفتوا فيها تداخل الألوان، في الضوء والظل، تاخذ شويه الوقت ولكن كتجي غزاله. هذا الخنجر، العمل كله كاين من هنا من الفوق كيف كتشوفوا بالفاشيون الالوان. هذا اللي كتشوفوا فيه التشققات بحال الرخامه، هذه واحد التقنيه كتسمى الكراكلي. هذه نوع من الخلفيات، ان شاء الله عنديكم درس خاص بالخلفيات كتشوفوا. هذا الرسم على المرآة، ها هي الرسم كله كيكون من القدام. هادو اليدين ممدودتين للدعاء، كلمة يا كريم. هذه آية قرآنية، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. حتى مازال ما كملتش هاد الطابلو. هذا هذا البراد كيف كتشوفوا، عنده تقنية خاصة حتى هو، إن شاء الله نوريها لكم. أنا استعملت جوج ديال الواجهات كيف كتشوفوا ديال غزالة. هادو الكيسان تما برسم على الزجاج كما كتشوفوا، أنا درتهم في ألوان مختلفة، نتوما يمكن لكم ديرهم في أي لون بغيتو. ان شاء الله غنوريكم التقنيه ديالهم كما كتشوفوا كيفاش كيجيو. هذا البراد والكيسان، هذا البلاطو ديال الحلوى كيفاش كيجي بلا من الفوق، كدير فيه الكيكه، دير فيه حلوة لاكخيم، كتجي مزيانة، العمل ديالو كيكون من تحت. هذه مرايا أنا درتها على شكل بلاطو د الحلوى من الفوق منسى، هذه تقنية شوية صعيبة، ولكن إن شاء الله نوريكم الأعمال ديالها كيكون من تحت عن طريق الحفر، تنركب لها رجيلات، ورجعتو بلاطو للحلوى المغربية، تيجي غزال ملي كتقدميها فيه. هادو بلاطوات برسم على الزجاج، الخدمة كلها ما كايناش الفوق كاينه لتحت حتى نتوما كتشوفوا. من بعد كنكملوا اليدين والرجلين، انا كنت نزلته في موضوع خاص ان شاء الله غنعاودو معاكم كاملين بشويه. هذا حتى هو بلاطو، غير هذا في لون اخر تيركوا، نتوما كتشوفوا كيفاش كيجيو. وهذا العمل كامل، هادشي اللي عندي باقي في البيت، كاين حويجات اخرين ان شاء الله غنوريهم لكم ما عنديش، مابقاوش عندي في البيت. هذا المعرض كامل كما كتشوفوا، الخنجر، طبيعة الزجاج، الخلالة
كتشوف كيف كتجي. رسم الآية بتقنية مغايرة لا تيليب، الوردة البلدية دزناها انتما كتشوفوا. كنتمنى هادشي يعجبكم وقبلوا عليا، وان شاء الله غادي نحبس الفيديو ومن بعد نتلاقاو في فيديو تاني باش نوريكم الادوات اللي خصكم توجدوا باش نبدا الله ان شاء الله نبداو الورشه ديالنا. في امان الله، نتمنى هادشي يعجبكم وقبلوا عليا.